نقول استاذ هبه حلقات خويا. انا متضرر من هدف اتلانتيك بيتش وكان السيد الورادي نوفل الورادي دالنا خويا رزقنا، وحنا خويا دابا حنا ما بقيناش عارفين راسنا مع من زيد هذا السيد هذا اللي دخل. حنا بغينا يجلس معنا الطابل ويدير معنا الجمع العام وجلس معاك هما كيسدوا، انت كتجي كتشوف ما كنلقاو حتى شي حد. حنا رزقنا خويا مشى، حنا ضربنا فيه تماره، حنا حتى حد من هذا الشيء كامل شكون غادي يرجعوا لينا؟ شكون غادي يعاودنا؟ حتى واحد ما جاب فلوسه من الخلا، حنا فلوسنا جايبين حتى حنا مع الكتاف. انا كملت نهار في 2015 كملت كلشي مخلصه حتى الميتراج مخلصه، كلشي مخلصه اسيدي. مع من غادي ندويو؟ حتى حد ما باغي يدير، اللي جا كينصب علينا اللي جا كياكلنا، وحنا بعد عوضنا عند من؟ عوضنا عند من حنايا؟ واش اللي جا كيضحك علينا اللي جا كينصب علينا حتى لين؟ حتى لين حنا بغينا نبقاو في هذا النصب والاحتيال؟ حنا ما بغينا والو، حنا بغينا مكتب وبغينا جمع العام وبغينا مع من ندويو اللي رجعنا اللي يكون مكلف بينا. بغينا هذا السيد وحافظ لك حتى هو حتى عنده ما يوفي تقلاه هو يجلس معنا على الطابل يجي يورينا حتى حنا وجهه. واش حنا ملي كنجيو ما كنلقاو حتى شي حد كيهربوا كيسدوا عليهم البيبان؟ وعلاش هادشي كامل؟ واش حنا الحق الجامع ما عندناش حد عندنا نديروه؟ حقنا حتى حنا نديرو الجمع العام وحقنا مكتب اللي دافع علينا. راه هادشي اللي ولينا فيه لا حول ولا قوة الا بالله. حنا تشكالينا وبغينا اللي غيتنا، بغينا اللي غيتنا. وعاش الملك وعاش محمد السادس، عاش الملك وعاش محمد السادس. حنا في دولة الحق ودولة القانون، ما لقيناش القانون ما نصفناش، حتى حد ما نصفنا. حنا باقي كنتسناو في رزقنا اللي مشى ورزق وليداتنا، حتى لين غنبقاو بحال هكا؟ راه حنا كلنا متضررين، هذا الشيء اللي كنشوف في كلشي. 1250 واحد كلهم متضررين، كلشي الأكثر كلشي مخلص 100%، حتى الميتراج مخلصينه، هاد الناس كاع اللي جايين، وحتى لين غنبقاو حنا بحال هكا؟ حتى لين؟ حتى لين؟ وتا واحد ما باغي يدير معنا اللي تبلاد ويزيد يكمل معنا هذا المشروع، كلشي غير نصابه، اللي كيجي باغي ينصب ويزيد، ما كاينش اللي وقف معنا على مشروعنا، ما كاينش اللي غادي يزيد يكمل. حتى القانون ما نصفناش، القانون توا ما نصفناش. كنتمنى من جلالة الملك السادس يوقف معنا ويحمينا، حنا رزقنا مشى وعاش الملك.